السادة والسيدات، جرى العرف أن يتقدم وزير التربية الوطنية وتركية المواطنة في بداية كل عام دراسي بخطاب إلى الأسرة التربوية والذين هم المعلمون، التلاميذ والشركاء الفنيون والماليون والإداريون. وإني لجد سعيد أن أتقدم إليكم في هذه المناسبة، بمناسبة العام الجديد 2018-2019، بعد عام دراسي اتسم بالإضرابات والتي أوشكت أن تهدد مستقبل التلاميذ، وبفضل السياسة الرشيدة لفخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، واستعداده الدائم وعنايته بالتعليم ومستقبل الشباب التشادي، استطعنا من تجاوز كل العقبات وتنظيم الامتحانات في وقتها المحدد. إن هذا العام الجديد نضعه تحت الشعار الإصلاح وتطبيق الإزدواجية الكاملة، وذلك بغية جعل المدرسة التشادية أكثر فاعلية. وأود في بداية الدخول المدرسي الجديد 2018-2019 دعوة المندوبين الإقليميين والمفتشين إلى ضبط الموارد البشرية وتوزيعها بصورة عادلة في كل المدارس، والمراقبة الصارمة لكل العاملين في المجال التربوي واتخاذ القرارات المناسبة لعقوبة المخالفين عند الضرورة. كما أدعو التلاميذ وأولياء أمورهم إلى الاهتمام بالدراسة، إذ أنه لا مستقبل من غير التعليم، وإن جيل اليوم هو مستقبل الغد. أتمنى للجميع دخولا مدرسيا موفقا